السلام عليكم وأهلا فيكم بقناة شادي تيوب. في الوقت الحالي ومع التطور الملحوظ في البرامج والألعاب، المستخدمين مجبرين أنهم يغيروا الأقراص الصلبة لأجهزتهم ويركبوا SSD لفارق السرعة الكبير اللي بينهم وبين الهاردات الميكانيكية. لكن بعد مدة من التركيب، بعض المستخدمين بلاحظوا أن القراءة والكتابة قلت سرعتها وأنه صار في بعض البطء، وهذا بكون له عدة أسباب رح نتعرف عليها ونحلها بالشرح إن شاء الله. أصدقائي، شارفنا على 4000 مشترك، مش ضايل كثير، خلينا نقفل الرقم ونبلش بالألفية الخامسة. ولا تنسوا اللايك وخليكم مع الفيديو. في البداية حبايبي بذكركم، خلينا نخلص الألفية الرابعة وندخل بالخامسة، بهمتكم إن شاء الله رح نقفل الرقم بأسرع وقت. طيب، قبل كل شيء خلينا نعمل اختبار للأس أس دي ومنشوف سرعة القراءة والكتابة اللي المفروض يشتغل عليهم. أول شيء منشغل البرنامج هذا اللي هو كريستال ديسك مارك. طيب، تختار النسخة اللي عندك. عندك بت 32 تختار 32، 64 تختار 64. الأمور بسيطة، برنامج مش معقد. طيب، بعد ما نشغل البرنامج زي ما انتم شايفين هاي واجهة البرنامج، سهلة جدا، بدهاش اشي. اذا بدك تحول للغة العربية تتوجه على خيار لانجويج وبتختار هون عربي والامور تمام. طيب، خليه زي ما هو، مش بحاجة انك تحوله عربي. طيب، احنا بنختار مثلا فولدر سي او الدي او الاي، اي فولدر، خلينا على فولدر دي. بتضغط على اول وبتستنى عليه لما يخلص اختبار. تمام حبايبي، زي ما انتم شايفين خلص قراءة للبارتشن دي. طبعا زي ما انتم شايفين القراءة كويسة، ما في اي شيء، بس احنا بنحاول نحسن يعني لانه في نقصان بعض ارقام. طيب اصدقائي، بعد ما شفنا السرعات وعرفنا قديش السرعة، بنشوف انه الاس اس دي سرعته عالية، لكن لما تعمل عملية نقل من بارتشن لبارتشن بتحس سرعة النقل اقل من سرعة القراءة. وعشان هيك احتمال تكون الاسباب هي انه الهارد مليان وواصل لحجم مهول من البرامج والفيديوهات وملفاتك الخاصة، أو أنه أمر التريم معطل واللي راح نتعرف عليه كمان شوي، أو أنه الهارد الخاص فيك مصاب بالفيروسات ولازم تنظفه أو تعمله فورمات. الآن خلينا ننتقل لعملية تحسين الـ SSD خطوة خطوة ونحل المشكلة. الخطوة الأولى نتوجه لأمر Defragment and Optimize، التجزئة أو التحسين. بعد ما ندخل عليه نختار البارتيشن اللي بدنا نحسنه وبنضغط على Optimize. طيب، نتوجه على الأمر اللي هو بعديها بنختار مثلا الدي اللي عملنا عليه التست، نضغط على Optimize. تنتظر لما يخلص، زي ما انتم شايفين عمل Optimize وخلص، لما يعطيك هون أوكي الأمور تمام. طيب، الآن بعد ما خلصنا من الخطوة الأولى نتوجه على الرن وبنضغط CMD وبنكتب الأمر هذا، إن شاء الله برفق لكم إياه في وصف الفيديو. نضغط Enter. طبعا زي ما انتم شايفين اصدقائي، لما يعطيك القيمه هاي صفر وتحت القيمه صفر، زي ما انتم شايفين allows trim، يعني تم تفعيل التريم. طبعا التريم هو اللي بيعمل على جمع الموارد الغير مستخدمه وبساعد في تحسين وتخفيف ذاكره الجهاز. الان خلينا نجرب كيف صار اداء الاس اس دي وسرعه النقل بين البارتشينات. طيب، نتوجه على اي ملف عندك، يعني خلينا نحكي هذا الملف حجمه 2 جيجا، ونروح ننقله على بارتيشن اي ونعطيه هون بيست. زي ما انتم شايفين السرعة بتزيد بشكل تدريجي وما استحمل 3 ثواني. تمام حبايبي، زي ما شفتوا التحسين تم بحمد الله. لا تحرموني من لايكاتكم الجميلة وتعليقاتكم ودعم القناة، والسلام عليكم، نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله.